للمزيد من التوضيح تنضم إلينا من بغداد مراسلة القاهرة الإخبارية هبة التميمي. هبة، أرحب بك في البداية، ومن خلال متابعتك للزيارة الرسمية التي تمت ما بين رئيس الوزراء الفلسطيني والرئيس العراقي ورئيس الوزراء السوداني، ما هي الأجواء بعد هذه اللقاءات الرسمية؟ نعم يا ريهام، بالبداية تحية طيبة. طبعا خلال اليومين الماضيين كان هناك اجتماعات ثفة، حيث كانت هناك قبل يعني إجراء هذه الزيارة، زيارة اليوم لرئيس الوزراء الفلسطيني. فبالتالي هذه الاجتماعات كانت لزيارة الرئيس ومجريات هذه الزيارة، وأيضا لمباحثات اليوم. وصل رئيس الوزراء الفلسطيني صباح اليوم واستقبله رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. من بعد ذلك كان هناك مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء الفلسطيني مع يعني رئيس الوزراء الخارجية في مقر وزارة الخارجية. عقدوا هذا الاجتماع الصحفي وحددوا مجريات هذه الزيارة، وأيضا رئيس الوزراء الفلسطيني تحدث عن شكره للعراق على هذه المبادرات وعلى وقفه مع الشعب الفلسطيني وعلى الحكومة الفلسطينية. أما بالتالي هنالك الكثير من التصريحات صرح بها وزير الخارجية العراقي هو لدعم ومساندة يعني هذه المبادرة التي قام بها رئيس الأمريكي جو بايدن لوقف الأطلاق النار في قطاع غزة، وخصوصا نتحدث هنا في يعني في فلسطين. فتحدث أيضا عن كيفية ما وراء وقف أطلاق النار وإعادة إعمار غزة والدعم الكامل للشعب الفلسطيني، خصوصا بعض العقبات والتحديات التي تواجه مسار المواد الإغاثية والمواد المساعدات. من بعد ذلك التقى رئيس الوزراء الفلسطيني مع رئيس الوزراء العراقي وتحدثوا على كثير من الأمور وعلى العقبات التي تواجه الحكومة الفلسطينية والتحديات، وكذلك أيضا ما تعيشها الحكومة الحالية من هذه التحديات وانهيار للبنى التحتية والخدمات الصحية ولجميع الخدمات التي تواجهها الشعب الفلسطيني والدعم الكامل للحكومة العراقية. تحدث أيضا عن الإبادة التي تحدث كل يوم، المجازر الجماعية التي هو قصور من المجتمع الدولي لهذه الإبادات ولهذه أيضا المجازر التي تحصل كل يوم للشعب الفلسطيني. فبذلك يعني عبر رئيس الوزراء الفلسطيني شكرها عن مساندة العراق حكومة وشعبا على الدعم المستمر. وأيضا قال رئيس الوزراء العراقي بأنه سوف تكون هنالك مساعدات جديدة سوف تدخل لقطاع غزة، وخصوصا آخر مساعدة كانت مساعدات كبيرة تعد الأولى من نوعها، خصوصا المساعدات التي كانت تنقل برا من خلال التعاون المصري، لذلك الذي هذه القافلة التي تعد هي مثل ما أشرت الأولى من نوعها التي تبلغ عددها 550 طن، متكونة من 33 شاحنة من كثير من المواد الإغاثية، وأيضا جدد عن إرسال المساعدات إلى أكثر من 10 ملايين برميل من الوقود وجهوزية العراق لتكرار هذه المساعدات. وأيضا عند مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الخارجية تحدث أيضا عن مرحلة جديدة، وهي أن هنالك سوف تنعقد في العاصمة بغداد القمة العربية، وتأمل في هذه المرحلة أنها سوف يتم الوقف إطلاق النار واعتراف بالدولة الفلسطينية، خصوصا مع الأمم المتحدة ومع أغلب الدول التي لم تحترف بها لغاية الآن. ومن بعد ذلك توجه إلى رئيس الوزراء رئيس الجمهورية، تحدثوا أيضا عن دعم العراق حكومة وشعبا اتجاه القضية الفلسطينية، وأيضا تحدثوا عن الكثير من الأمور التي تحصل في قطاع غزة. ومن بعد ذلك توجه رئيس الوزراء الفلسطيني مع وزير الصحة لتفقد الجرحى الموجودين في العاصمة بغداد، الجرحى الفلسطينيين الذين أتوا قبل أيام
قليلة لتلقي العلاج، خصوصا هناك أمراض مستعصية، وهناك الكثير من المصابين أتوا إلى العاصمة بغداد في مدينة الطب، وهناك الكثير من الإجراءات التي تؤخذ لعلاجهم واستمرار الحكومة العراقية لمعالجة المصابين، وأيضا مدى مدى الكثير من الجرحى الذين هم محط اعتزاز وفخر للشعب العراقي وللشعوب الأخرى. فبذلك هذه السلسلة من الزيارات كانت مخرجاتها هي لمواجهة ما يعيشه الغزيين وما يعيشه الشعب الفلسطيني، وتوفير الدعم الكامل للشعب الفلسطيني وأيضا للحكومة الفلسطينية وما تواجهه أيضا من هذه التحديات. فلذلك هذه كانت سلسلة من الزيارات اليوم الذي اختصرها رئيس الوزراء الفلسطيني مع الكثير من المسؤولين والقادة، وسننتظر يوم غد أيضا سلسلة جديدة من الزيارات التي ستكون أيضا لها تصريحات مهمة تفيد الجانب الفلسطيني خصوصا الشعب الفلسطيني. شكرا لك هبة التميمي على هذه المتابعة، كنت معنا من بغداد مراسلة القاهرة الإخبارية.